تمكن أمس يسبح تونسي نجيب الهادي اختصاصي الأرقام القياسية، تمكن من جري 3 قوارب صيد على مسافة 500 متر في شاطئ مدينة بنزرت، مضيفا رقما جديدا لسجله العالمي الزاخر. ويطمح نجيب الهادي ذو 68 عاما وصاحب التكوين العسكري إلى تحقيق إنجاز جديد يتمثل في جري البارجة الحربية التي اشتغل على متنها في السابق تكريما للمؤسسة العسكرية. كلمتين باش نقول لكم نتاع حيره فيه هو نيفو تري هو نيفو، هذا يحرك المواجهه نتاع ابطال العالم. تحكمت في الريتم نتاعي كيما حبيت، فما لقطات انا نعوم وانا راقد ونغزل الباتيمات، كل باتيمه نحكي عليها حكايه، وخلطت نتصرف في الجاهزيه نتاعي، جو سوي بري، وعرفت قيمه التحدي وخططت وبرمجت ونفذت ونجحت.